يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لعند الفقرة المفضلة عند كتار، وكمان هي فرصة لنا الحمد لله على السلامة من المدام نجلاء أباني اللي صارت معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني كل يوم بخير. لازم تحاكوا وتطمنوا عنا وتقولوا الحمد لله على السلامة، منورتي وأهلا وسهلا فيكي واشتقنا لك. أهلا يا روحي، يسعد صباحكم، تضلوا دائما بخير وأيامكم دائما سعيدة، دائما هيك إن شاء الله مرتاحين، يكون حواليكم راحة بال، إنجاز، محبة للجميع، وتتلقوا محبة من الجميع. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد متقدما في برج العقرب. العطارد هو كوكب السفر، الأوراق، المستندات. طبعا إضافة إلى وجود المريخ في برج السرطان، المريخ هو كوكب الطاقة، كوكب بيعمل عنا نوع من أنواع المتاعب الصحية لما بيكون بموقع غير مناسب. طبعا اليوم بموقع غير مناسب هو ببرج السرطان، لذلك مواليد برج السرطان، الميزان، الجدي والحمل لازم ينتبهوا شوي على امورهم الصحيه. وما زالت الزهره طبعا في برج القوس، بقي لها 10 ايام لتطلع من برج القوس. بدنا ننتبه انه اليوم 20/10، يعني 20 اكتوبر تشرين الاول. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم مرح، حيوي، في شيء عم بيساعده، طاقه، حماس، ارتياح او تفاؤل. انا بشوف اليوم يوم جيد لمولود الحمل، يمكن في قصه معنويه عم تعمل له سعاده، ويمكن في تغيير، ويمكن في محبه. هلا انا بشوف هاي الايام عم تحسن ادائك مولود برج الحمل، وعم بيكون في بعض التغييرات. برج الثور اليوم عم بناقش ببعض الامور الماليه، عم يدفع، عم يقبض، عم بيرتب، عم بينظم، عم بيحلل، عم تكتر موجات الصرف المفاجئ. الأوضاع المالية جيدة، أنا ما قلت أبداً أنها سيئة، خاصة هالفترات، بس الحقيقة هي هاي الفترة للصرف. كمان وجود عطارد في برج الأسد، في برج العقرب، الأمور بالنسبة لك عم بتكون العلاقة بصرف إضافي، فحاول تخفف صرفك، تكتب الشيء اللي عم تصرفه على ورقة، على الأقل ما بتصرف كتير، تشوف شلون عم تصرف. عزيزنا الجوزاء اليوم الأجواء إيجابية، والقمر ببرجه عم بيكون في عنده نوع من أنواع الإيجابيات، سببها فئة بكير، اختلافات بالرأي، لكن أنت اللي اليوم عم تفرض رأيك أو عم تحكي الشيء اللي يعني بدك إياه. الأجواء إيجابية، أمورك جيدة. إذا بدك نصيحتي، استغل اليوم ميزاتك بالحوار، لأنه حوارك جيد وفيك تنهي خلافاتك العاطفية. مولود برج السرطان، حاول تحذر الضغوطات، لأنه عم بتواجهك بعض الضغوطات على الغالب. تأجيل لأمر قررت أنك تعمله، مضايقة من الشريك، ما عم تستوعب ظروف الآخرين، المواجهة محتملة مع حدا من الناس اللي حواليك، سوء تفاهم محتمل أو تحريف لبعض الكلام، يعني الأمور ليست في أفضل حالاتها. برج الأسد استقبل ودعاء، عنده يوم جيد لحتى يستقبل ناس أو يتعرف على ناس. ما بعرف إذا نازل على سوق، رايح على مؤسسة حكومية، فكر يسافر، عنده زيارات، أهل، استقبالات، ضيوف، دعوة، مناسبة، بس غالبا هو بوسط التجمعات مع الناس، أبدا مو قاعد لحاله. هاي الأيام في قصة اجتماعية أو فنية جيدة. مولود برج العذراء، الأمور اليوم لك ما كتير أريح، في عندك نوع من أنواع المضايقات هلأ بتصير. على كل الأحوال الشهر لك جيد، بس بمر يوم يومين للتعب، هذا طبيعي. على كل الأحوال حاول ما تصعد خلافات مع الآخرين، وإذا في يعني أمر مضايقك فما تخلي ردودك انفعالية عموماً، يمكن حس حالك مستهدف عموماً، أو يعني في نوع من أنواع مثل ما قلنا الصدمات، أو شيء عم يجبرك على تغيير خط سيرك. هلأ هذا طبيعي على كل الأحوال. مولود الميزان، أحد الأيام الأفضل حظاً لتتحرك بأوساط مشجعة، الكواكب بأماكن داعمة لك، ليكون في عواطف ثابتة، ليكون في وقت تغيير إلى الأفضل قطحان، لترضي تطلعاتك، ليكون عندك أمر مهني جيد، إرادة للتواصل مع محيطك، محبة من المحيط وتقدير. هاي الأيام أيام جيدة لك.
عزيز ده مولود برج العقرب، اليوم انت اللي امورك يعني لها علاقه بذكاء، مسابره، مساعده ماليه، مساعده معنويه، في تحسن بامورك. حلل، ابحث، طور حياتك، استثمر ما يحصل، يمكن قدامك مفارق جديده، يمكن في نقاشات، ويمكن عم بتشق طريقك بحياه اسعد وافضل، عم ترمم علاقاتك عموما. مولود برج القوس، اليوم انت اللي متعب او مانك مرتاح، حاول تستشير وما تتاخر بالقرارات. في شيء حواليك له علاقه بصدامات ممكن يكون، او مواجهات محتمله، او الاوضاع لا تناسب الدخول بصراعات جديده. هلا انا برايي اليوم في يأس او تاجيل لدى مولود برج القوس. اما مولود برج الجدي فاليوم عنده 100,000 قصه شاغلته، عرفتوا هذا اليوم اللي من فيه كانه مكسرين، ضايقين خلقنا، ما لي كثير خلق على الشغل، مع انه برج الجدي اذا بتشغلوه 48 ساعه بال 24 ساعه ما بيقول لا، بس اليوم ضايق خلقه، لا الصحه كثير مساعدته ولا مزاجه كثير رايق، وممكن مداوم بدل حدا، او حدا اخذ اجازه وعم بيشتغل بدل شغل حدا من رفقاته. هلا انا بقول انتبه صحيا، لانه ضيقه خلقك هي ممكن تخلق عندك جانب صحي. الدلو لاموره جيده اليوم، عنده نجاح، عنده قادر تعتمد على نفسك، ابتسامه، تفاؤل، اليوم يوم حلو لبرج الدلو، عم بيتواصل مع الفعاليات المحيطه فيه، يمكن في قصه لها علاقه بمؤسسات دوله، تحسن امورك المهنيه وتمتلك اراده للتواصل مع محيطك، تتخطى بالتاكيد مولود الدلو كافه المعوقات. مولود برج الحوت اليوم عنده هيك كلمات لطيفه عم بيوديها للاخرين، مع انه شوي متضايق او مانه الاريح، محتاج تكون اهدأ، محتاج ترسم ابتسامه على وشك وتتحملنا نحن الناس اللي حواليك شوي، يعني تبدو مستعجلا عصبيا مولود برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم، مولود 20، واتمنى له السعاده، ان شاء الله ايامكم دائما سعيده، يعني من الاشخاص اللي دائما عنده لطف بالتعامل مع الاخرين، لطيف، شخص متسرع، يعني شديد الحساسيه، شديد الحساسيه ما بيبين عليه قد ايه هو شديد الحساسيه، بس كل كلمه ممكن هيك تخبيها بقلبه، يخضع لتقلباته الشخصيه، ثرثار على كل الاحوال، من الاشخاص اللي ما عنده حلول وسط، يا بيحبك يا بيكرهك، هاي الوسط ما كثير بيعرفها، جوهره صادقه على كل مولود اليوم، يكره الخداع والكذب. طبعا كسنه كثير مهمه بالنسبه له وايجابيه، انا برايي فيها نوع من انواع التغييرات الحلوه، خاصه عاطفيا عمليا، يعني لا كثير مرتاح بالمال ولا كثير مرتاح بالصحه، بس بالعمل امورك كارجه باتجاه الافضل، وبالامور العاطفيه امورك ايجابيه، ويمكن تختم السنه بارتباط لو كنت خاليا. رسائلكم اكيد على 18:45 من اي موبايل داخل سوريا. ايه عم تسالني عن امورها، يسعد اوقاتك يا ايه، والله انا بشوفك بالعلاقه الافضل، علاقه جيده جدا جدا جدا، بس هو عنده نوايا حقيقيه، هلا محرزه هاي العلاقه لانها جيده جدا انها تنعطى وقت، هيك هيك انا ما بظن في شيء مهم حيصير قبل بدايه العام القادم وليس هذه الفترات. ليليان العبد الله عم تسالني عن امورها، سنه جيده جدا لك يا ليليان، مع انه انت داخله على شهر ال11، فيه نوع من انواع التعب العائلي، ما بعرف بعدك صغيره شو بده يكون عندك تعب عائلي، بس الامور يعني لا تعتبر الاريح، بس عائليا. لينا بنت منى 2005 عم تسالني، مع وسام 2001، والله علاقه جيده، احدى العلاقات الجيده جدا واللي ممكن يكون لها استمرار، وفي فيها هيك فرحه، وخاصه المتبقي من السنه، بس انا دائما بضحك على برجكم، يعني انتم وقت اللي بيجيني هذا التوافق، لانه على كثر ما بعرف حقيقه انه انتم بتحكوا كثير
تفعلوا قليل. وهي القصة كتير انتبهوا لها بالعلاقة، لأنه مو كل شيء بتحكوه بيكون في على أرض الواقع بيكون فيه إنجاز أو بيكون فيه فعل. فانتبهوا إنه تحاولوا اللي تحكوه تعملوه كون كتير منيح إن شاء الله يجعل أيامكم سعيدة وأيامك يا نجلة. يسعد صباحك، شكرا كتير.